السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يوسف الشبراوي، والنهارده هنتكلم عن فيديو جديد من سلسله مراجعات الشبراوي لشاشات الافتراض. هنراجع فيه شاشه من اطول الشاشات في العمر الافتراضي واكبرهم قدره على التحمل، وهي شاشات فوجيتسو سيمنز الالماني. اللي معرفش شاشات فوجيتسو، فهي من انتاج خطوط شركة سيمنز الالمانية، وشركة سيمنز معروفة بالصناعات بتاعتها اللي هي قوية وبتستحمل فترات طويلة جدا. وشركة سيمنز من الشركات الكبيرة جدا اللي هي مش بتنتج بس مجال الالكترونيات، هي شغالة في كل حاجة. هي انتجت في مجال الالكترونيات شاشات الفوجيتسو سيمنز. في مجال شغلي انا اشتغلت في شاشات السيمنز الالماني حوالي سنتين. في السنتين دول انا ما واجهنيش ولا عطل ولا اي مشكلة في شاشة واحدة فيهم. هي حصلت مشكلة مرة واحدة، كانت شاشة جت فيها خط، وده طبعا معروف انه بيبقى نتيجة خبطة. انما انا بتكلم على عيب فني او شاشة تقطع ويحصلها مشكلة، عمرها ما حصلت في تاريخي وانا بتعامل مع الشاشات السيمنز الالماني. على العكس، حتى في ماركات زي ديل واتش بي كان بيحصل فيهم مشاكل في وسط شغلي وكده، انما شاشات السيمنز حقيقي بصراحة عمر ما حصل فيهم مشكلة. طيب هي ليه الناس مش بتبص لشاشات السيمنز؟ عشان شاشات السيمنز مش مشهورة او في مصر، لان شركة سيمنز ملهاش فرع في مصر، فبالتالي ملهاش انتاجات هنا في مصر، فالناس ما بتبقاش عارفة الماركة دي، حتى لما بتشوفها ما بتفكرش انها تبص عليها او تشوف امكانياتها ايه، زي ديل واتش بي كماركات مشهوره. طيب في عيب بسيط من عيوب برضو شاشات سيمنز اللي بيخلي الناس ما تفكرش حتى تبص عليها. شركه سيمنز بتنتج حوالي 90% من انتاجها باللون الابيض. طب ايه المشكله يوسف؟ ما هو شكله شيك وحلو. لا، هو مشكله اللون الابيض انه مع مرور الوقت زي ما احنا عارفين بيتحول من الابيض للون الاصفر. الشاشات دي على ما بتيجي من الافتراض وبتقعد في الحاوية ودرجات الحرارة والكلام ده كله، فللأسف بتيجي معظمها متحول من اللون الابيض للون الاصفر. واحنا حاولنا ان احنا بطرق مختلفة نحاول نشوف حل الموضوع ده، ان احنا مثلا نستخدم مادة، نعمل حاجة عشان نقدر نشيل الصفار اللي هو اللون ده اللي بينتج على اللون الابيض بسبب عوامل الجو والفترات يعني اللي بتعدي عليه. بس للاسف ما لقيناش حل للموضوع ده، غير المستوردين في الاخر قررنهم يعني لو حد عايز كده بيرشوا الشاشه بالسبراي ترجع تاني اللون الابيض. الموضوع برده مش وحش يعني، وبترجع تاني شكلها شيك، لكن معظم المستوردين برده ما بيرشوش يعني، بيبيعوها زي ما هي كده، فبيبقى شكلها الخارجي مش لطيف قوي، فالعميل حتى لما بيشوفها ما بيفكرش ان هو يبص عليها حتى، لان هو ما بتبقاش عاجباه كشكلا يعني. امتى بقى تدور على شاشات سيمنز انك تشتريها؟ يعني تدور عليها كتير، مش بس انك لو لقيتها قدامك تبص عليها، لا، لو انت هتشتغل على الشاشه دي فترات كبيره جدا وفترات طويله جدا، فساعتها ابدا دور عليها. هتشغلها كاميرات، هتشغلها في سايبر لفترات مثلا اكتر من 12 ساعه او 24 ساعه في اليوم، فابدا دور عليها عشان الشاشات دي فعلا بتستحمل الشغل كتير جدا. ومعظم بتوع السايبرات على فكره بيطلبوا الشاشات سيمنز دي وعارفين فعلا انها بتستحمل شغل. فوجيتسو سيمنز هتلاقي فيها كل المقاسات بكل الامكانيات في السوق، يعني هتلاقي من اول 17 بوصه لحد 27 بوصه، هتلاقي فيها ال سي دي، وهتلاقي الليد، هتلاقي فيها بانلات اي بي اس، وفي بانلات تي ان، هتلاقي فيها كل حاجه انت محتاجها وبتدور عليها. الفيديو ده معمول عشان خاطر انك تخلي الماركة دي من الماركات اللي قدامك. احنا بس مش في السوق بندور على ديل واتش بي وبس، في ماركات تانية كتير في السوق بتبقى مظلومة ومش واخدة حقها. فالفيديو ده حبينا كده نوضح فيه ماركة من الماركات المظلومة، وانك تبدأ تديها فرصة وتبدأ تشوفها وتتعامل معها. وبس كده، كان معاكم يوسف الشبراوي. ما تنساش تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة لو عجبك الفيديو، وهتلاقي في نهاية الفيديو سلسلة مراجعات لشاشات الافتراض لو حابب تشوف بقية مراجعاتنا. كان معاكم يوسف الشبراوي، سلام عليكم.